قدمت الحكومة الكويتية استقالتها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كنا عن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم القول أن الحكومة استقالت ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري. تأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة في مجلس الأمة أي البرلمان خلال استجواب لها، كما تأتي قبل جلسة كانت مقررة لمجلس الأمة الأربعاء المقبل لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح. من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عدم استلامه شيئا رسميا بخصوص استقالة الحكومة، وقال في تصريح صحفي إن استقالة الحكومة أمر وارد وإن حل مجلس الأمة بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا أنه أبلغه بعدم النية لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي، ولكن هناك حاجة لإعادة ترتيب الفريق الحكومي.